أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: في قول أهل السنة والجماعة كل كمال ثبت للمخلوق من غير نقص فيه فالله أولى به قياس الأولى، هل سبب قولهم هذا أن هناك صفات لم تذكر في الكتاب والسنة وإنما ثبتت بقياس الأولى؟ ثبتت بقوله تعالى: ولله المثل الأعلى، هذا هو الدليل، ولله المثل الأعلى، فأخذوا منه هذه القاعدة: كل كمال ثبت للمخلوق لا يستلزم نقصا فالخالق أولى به، من قوله تعالى: ولله المثل الأعلى. نعم، هم باب القياس، إلا إن كان قصدك بالقياس قياس الأولى فنعم هذا قياس الأولى وهو المثل الأعلى، أما قياس الشمول أو قياس العلة فلا، هذا منفي عن الله جل وعلا، لا يقاس بخلقه لا قياس شمول ولا قياس علة. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.